أهلا عدنان حبيبي، ما فكرت بيوم رح توقف قدامي هالوقفة ما؟ خلاص اتركني بقى. يا سافر يا حقير، ماشي حال رح تشوف شو رح أعمل فيك. فكر حالك رح تنفذ مني بسهولة يا غريب بيك؟ غلطان يا شاطر، غلطان كتير. انت تمعديت كتير يا عدنان، فكر انه لساتك مهم مثل الأول؟ كلك على بعضك ما بتساوي عندي قشرة بصلة معفنة. انت احترق كرتك يا عدنان، وما عاد واحد مثلك يلزمنا بشغلنا، ما عاد يلزمنا. وانا قلت لك لا تلعب ديلك، فكرت حالك كبرت؟ ما عاد سألت على حدا؟ حاولت تخليني انمسك كمان؟ مو بهي السهولة ابدا، مو بهي السهولة بتقدر تمسك غريب، مو بهي السهولة بتقدر تخنقني ولك. العسكر التركي ما قدر علي، انت رح تقدر علي. مشان الله اتركوني. خذوا له الكلب. اتركوني بقى، حدا يفتح لي الباب. افتحوا الباب. مشان الله افتحوا الباب. افتحوا. افتحوا لي الباب. افتحوا. يلا روح. قادر؟ قادر بترجاك تركني روح؟ ايه يا ممرضة، انت احترقتي وخلاص، في امور علقة بيناتنا. بتتذكري هديك الايام؟ في موضوع بيني وبينك بالضيعة وقت حماتك خلصتك من ايدي. شو صار؟ لفت الدنيا يا ممرضة، وهي الفرصة الاخيرة. إذا ما بدك أقتلك باخدك وبهربك من هون وبتروحي لحالك، بس مقابل هذا الشيء بتعرفي شو بدي. لا تحلم، مستحيل أبداً. قادر ما رح أسمح لك تلمس شعرة مني حتى لو متت. أنا مرة متجوزة، عم تفهم؟ عادي بالنسبة لي مو مشكلة، يعني هلا وقفت على الأولاد. إبراهيم كمان بجيبه على خانتي، أنت بس اقبلي. بسيطة، أنت فكري شوي، لما رح تهدى الأوضاع برجع لعندك. يا ربي دخيلك ساعدني.